ضمن البرامج المتنوعة التي تقدمها مدينة شباب 2030، يواصل للعام الثالث على التوالي برنامج سمو الخاص بذوي العزيمة الذي يهدف إلى الاهتمام بهذه الفئة من المجتمع ليضيف مهارات جديدة للمشاركين وينمي قدراتهم الشخصية على المستوى المهني. هو اليد التي مدت لتنهض وتسمو في كيان من استوطنت في أجسادهم الإعاقة ولم تكن ذات يوم عائقا أمامهم في سماء الحياة، أمر تداعى لفعله برنامج سمو الذي جاء ليترك للمشاركين من فئة ذوي العزيمة بصمة مؤثرة في المجتمع من خلال تدريب حقيقي داخل وخارج مدينة شباب 2030 للوصول إلى مرحلة توفير فرص عمل مناسبة لذوي العزيمة، بما يصب في أهداف المدينة بإيجاد شباب مؤهل لسوق العمل. للعام الثالث على التوالي برنامج سمو يسمو بذوي العزيمة، الحمد لله رب العالمين. انطلقنا في مسيرة برنامج سمو من عام 2016، ركزنا في البداية على تطوير المهارات الاجتماعية اللي تسهل الاندماج المجتمعي في المجتمع الخارجي. من 2017 وهاي العام توسعنا أكثر في قضية التدريب الميداني أو التدريب المهني اللي تساهم في تطوير مهاراتهم المهنية وتسهل عملية استحواذهم وحجز مواقع ثابتة في سوق العمل. برامج متنوعة سيقت لتكون بالشكل الذي يليق بقوة وإصرار هذه الفئة من المجتمع، بجهود ورعاية تامة تبناها البرنامج بشكله الوافي الذي أقدم عليه بناء على حس المسؤولية تجاه الوطن وأبنائه ممن يحتاجون لمساندة لا شكوك بثباته وجدواه. من هذا العام تحديداً ضفنا جهات عدة للتدريب على مستوى الفندقي، على مستوى المهارات الميكانيكية، كذلك أيضا هذا العام تمت إضافة العنصر النسائي للبرنامج، أضاف تحدي كبير للبرنامج، ولكن الحمد لله أيضا البنات اللي تم إضافتهم للبرنامج عندهم الإمكانيات وعندهم المهارات اللي أيضا في نفس الوقت تعادل نظرائهم الشباب إن هم يندمجون بسهولة وكذلك أيضا ينخرطون في سوق العمل بشكل سهل. تم توفير جميع الإمكانات اللازمة لمواصلة نجاح برنامج سمو الذي استقطب هذا العام أعداداً أكبر من المشاركين، بما يعكس الثقة في جودة الأنشطة والفعاليات المقدمة لذوي العزيمة على أيدي المدربين والخبراء المؤهلين للتعامل مع هذه الفئة لإضافة مهارات جديدة للمشاركين من ذوي العزيمة وتنمية قدراتهم على المستوى المهني. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.